السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي. بنكمل وياك الله يسلمك الحوارات الحلوة عن رجالات دولة الكويت الحبيبة. وطبعا هما أنت عاصرتهم أنت والوالد السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الله يشافيه ويرحم الخال والجميع. هي عائلة الوزانة، هم عفوا يسمونهم الوزان كلارا لأن كانوا هم وكلاء الدهن كلارا. هذه الجعفرية. أيوة، وأنا قريت في كان عندهم ميزان بسوق الخضرة براس العاير. الله. جاز واحد ليه شك الحكومة حاطته شك إن حد قشة وعطاء ناقص ولا شيء جاز عندهم يكتبون. يعني أنت شفته بعينك عمي؟ إيه أنا شفته والميزان كبير وقاعد. شلون حديد؟ إيه شفته أنا بالستينات موجود. وين كان محطوط؟ محطوط وأنت بداخل سوق الخضرة ماكو. من صوب ال هذا من صوب الدكاكين اللي يبيعون هذا النوفاتيل الاول وهذا ماكو يعني بصوب سوق الغربلي اي سوق مواقف السيارات سوق الاسلاح ولا سوق الغربلي لا سوق او سوق بن دعي سوق لا سوق الخضره نفسه صوب يعني مسجد البحر اللي يبيع صوب مسجد البحر اول الدخله للحين موجود يعني المكان اه شالوه بس المكان موجود شنو حطوا مكانه الحين هذا والله ما شنو كان ميزان كم كبير ولا صغير ميزان كبير حديد إيه؟ يعني خشب ذي وبس سلاسل فيه يعني العلاقة سلاسل الله بس لازم في اشوف انا واقف اول ويا ابوي انا صغير يعني جاي واحد وقال انت اعطيتني اعطوني سمك ناقص يقول حق الحاجي واقف قال حطه وازنه كان يقول إيه ناقص شويه وقام كتب له ورقه قال له روح ولا ناقص يزيده ولا تعالي وهو من هو الحاج اللي كان يوزن؟ من عيال الوزان يعني يدهم يسموهم الوزان لان كان يازن الله بس وكل وزان في حول تعرفهم؟ ايه النياده النياده اذا كان بعد ربع الوالد ونسبه بعد خالي حامد ولدهم خالد ايوه بنت خالي زين هم انا من رجالاتهم عمي اللي قريتهم اللي هو الشهيد نجم الوزان انه هو استشهد في معركة الرقة البحرية عام 1783 وفي النائب السابق عبد الله يعقوب الوزان وفي جاسم محمد الوزان تاجر وفي اللي هو الحين الاستاذ عبد الوهاب الوزان هم كان هم صار وزير الشؤون وصار الحين هو تاجر بغرفة التجارة فهو هذا اللي وزن كان ابو ايبو لحية بيضة صديق الوالد هذا اللي هو اللي وزن ابو منه فيهم هذيل الثلاثة هذا يدهم يدهم العود شنو اسمه